وللمزيد من المتابعة ومن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تنضم إلينا الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جيرمين، بعد التحية ضعينا في التفاصيل لديك الآن. نعم يوسف، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني، هذا الحوار الذي جاء بتكليف رئاسي في ابريل الماضي كما دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من الجلسات التحضيرية التي سبقت انعقاد الحوار في لجان الثلاثة اللجان الحوار السياسي او الجزء الخاص بالسياسي والاقتصادي وايضا المحور الاجتماعي. اليوم هو مخصص للمحور السياسي بلجانه المختلفة، إذا تحدثنا بمزيد من التفاصيل فتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة نقاشية عن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ أيضا لعضوية المجلسين. هذه الجلسة بدأت منذ دقائق والنقاش يدور حول يعني إجازة أو زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من عدمه، وإذا كان يعني العدد الأعضاء يتناسب في ظل الفترة الحالية وأيضا مع غياب المجالس الشعبية المحلية. أيضا هناك من تحدث عن أنه تم زيادة عدد الدوائر فبالتالي تحتاج لمزيد من التمثيل النيابي في مجلسي النواب والشيوخ. أما فيما يتعلق للحديث عن التفرغ لعضوية المجلسين فالحديث بيدور عن أنه قانون مجلس النواب ينص على إجازة التفرغ لعضوية المجلس مع إتاحة أو مع حفاظ أو احتفاظ العضو بوظيفته وتضاف إليه في المدة الخاصة بالمكافأة أو المعيش. أيضا في نفس التوقيت وبالتوازي بتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة عن قانون حرية تداول المعلومات باعتباره مقوم أساسي لتحقيق التنمية وأداة رئيسية لمحاربة الفساد وأيضا دعم البحث العلمي والتقني في المجتمع. إذن الجلسات بتعقد بالتوازي بشكل مستمر بمشاركة مختلف فئات وأطياف المجتمع، وبطبيعة الحال سنواصل معكم بأي تفاصيل جديدة تأتي من خلال هذه الجلسات في شكل توصيات ترفع لرئيس الجمهورية. بكل تأكيد زميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.